بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون دافي نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الدفئ على السواحل الشمالية. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة رامية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنيني عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا بقنا كذا يوم في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. هو بالفعل في ارتفاعات في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بشكل كبير. الارتفاعات دي بتكون أعلى من المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لثلاث درجات، ويمكن اليوم كمان هيكون في ارتفاع آخر قيم درجات الحرارة عن أمس بمعدل درجة، لأن اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة المسار، وده بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، عدم وجود أي سحب مؤثرة، فده بيساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحرارة، وكمان مصادر الكتل الهوائية أغلبها قادمة من مناطق صحراوية مرتفعة في قيم درجات حرارتها. فبالتالي الأجواء دافية بشكل كبير خلال فترة النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس في معظم محافظات الجمهورية، لكن لو أنا موجود في أماكن ظل أو فور غياب أشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاضات دي بقى بتكون محسوسة أو ملموسة في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر أو فترة الصباح الباكر، الأجواء تظل أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة كمان المحافظات اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير، المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة. لو الصغرى على القاهرة الكبرى خلال فترة اللي سجلت 12 درجة مئوية، هنلاقيها في المدن الجديدة 8 درجات أو 9 درجات، فبنلاقي دايما المدن الجديدة درجات حرارتها أقل من المناطق الداخلية. الصقيع ما زال بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء محافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى فترة الليل لأقل من 5 درجات، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير من فرق قيم درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل اللي بيتجاوز أحيانا ال 15 درجة مئوية في بعض المحافظات. وطبعا طالما في استقرار في الأحوال الجوية واعتدال كامل في سرعات الرياح، الشبورة المائية ظاهرة جوية مؤثرة بشكل كبير فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر، بتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية على الطرق، وخاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتكون شبورة مائية كثيفة يعني بتؤدي لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية على الطريق فترات الصباح الباكر، لكن هي أيضا بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني بتبدأ في التكون تقريبا الساعة 3-4 الفجر بشكل كثيف، وبتستمر معانا حتى الساعة 8 و9 الصباح تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس تبدأ الشبورة المائية تتلاشي، تبدأ الرؤية الأفقية تتحسن على أغلب الطرق، ويمكن احنا قلنا إن في اعتدال بسرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية، ده بيؤدي أيضا لاعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ارتفاع أمواج لا يتجاوز 2 متر، البحرين مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية. الأجواء المستقرة دي مكملة معانا إن شاء الله يمكن لحد بداية الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، استمرار قيم درجات الحرارة اللي هي تتجاوز ال 20 درجة مئوية، هنلاقي في بعض الأيام 21، بعض الأيام بتبقى ارتفاعات ملحوظة توصل ل 23 أو 25 درجة مئوية، لكن في الأغلب هي ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، الشبورة المائية ظاهرة جوية مؤثرة بشكل كبير، عشان كده بننصح كل السادة المواطنين مهم جدا عدم الانخداع بأشعة الشمس، عدم تخفيف الملابس خاصة فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مهم كمان القيادة تقوم بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبورة المائية، تشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات ونتابع كافة تعليمات المرور، وطبعا نكون في متابعة مستمرة للمسارات الجوية بصورة يومية. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.
ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 23 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 23-11، اسكندرية 21-10، العلمين الجديدة 21-11، مطروح 20-10، ودمياط 19-12، بورسعيد 19-11، الإسماعيلية 22-9. السويس العظمى فيها 22 والصغرى 10، العريش 20-10، كاترين 13-1، وطابة 23-12، حلايب 23-15، شلاتين 27-16، شرم الشيخ 26-16، والغردقة 25-15. الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 10، بني سويف 23-9، الوادي الجديد 26-10، وأسيوط 23-8، سوهاج 24-7، قنا 27-9، الأقصر 26-8، وأخيرا أسوان العظمى فيها 27 والصغرى 10. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، ومرة تانية هنرجع لجمعنا وشاذلي نكمل معاهم فقرة. شكرا لك شكرا جزيلا.